بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدء كل خير ورأس كل أمر ذي بال. باسمك اللهم نمضي على طريقك، فثبت اللهم أقدامنا على طريقك، ونحن نستأنف السير في الطريق إلى الله. ما أجمل الشوق وما أحلى العطش باعتباره من منازل السائرين في الطريق إلى الله. في بداية الحلقة أسعد بالترحيب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. مولانا أهلا بكم. مرحبا، أهلا وسهلا. يا نسيم الروح قل للرشا لم يزدني الورد إلا عطشا. حينما ينسحب العطش على الماء الذي أشربه، حينما أظمأ في هذه الحياة الماء الذي أشربه من خلال أن أتناوله بيدي، ولكن ربما يروي ظمأي هذا الماء، ولكن في الطريق وفي الحب وفي الشوق، هل العطش هنا بمجرد أن ألتقي أو أذوق طعم اللقاء يذهب العطش، أم أن العطش يزداد؟ لنقف عند معنى العطش في الطريق إلى الله مولانا. نعم، بسم الله وصلاة وسلام على مصطفى في مبدأ كل أمر ومنتهى وبعد. فالعطش في الطريق إلى الله تعالى هو تلك الحالة من شدة الولوع بالشيء والحرص عليه، هي كناية عن شدة الولوع، الشغف، الشعف بالشيء والحرص عليه. العطش كناية عن هذه الحالة التي تنتاب المحبين من السائرين إلى الله تعالى في طريقهم. وهي لذلك الإمام ابن عطاء الله بينصح المريدين، لأن المحب عنده شغف لمعرفة الله، للوصول إلى الله، فبينصحه بيقول له إيه؟ تشوفك لما غاب أو لما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك لما غاب عنك من علم الغيوب أو من الغيوب. يعني بص لنفسك جواك أنت، لأن اللي حجبك عن الوصول للمحبوب اللي في نفسك أنت هو اللي هي العيوب اللي في الباطن. لو صفي هذا الباطن من عيوبه حينكشف لك المحبوب في الحقيقة. يعني فإن دي إذن يعني دي الحالة بتاعة العطش ككناية عن هذه الحالة التي تنتاب المريدين أو السالكين إلى الله تعالى. والعطش هذا كما تفضلت سيادتك بحسب الناس. ممكن واحد يروى حسب دركته بهذه الجرعة أو بجرعتين أو ثلاث بما تيسر له. واحد بيزداد إيه؟ عطش بالشراب زي ما ذكرنا قبل. أيوة. كده لما دخل واحد من الأولياء على الشبلي وكان مبسوط، يعني أو الشبلي دخل عليه وكان في حالة انبساط، فلما سألوا يعني ما حالكم، قال شربنا الحب كأسا بعد كأس حتى روينا، شبع وارتوى وما نفد الشراب، وشراب الحق لا ينفد. يعني ده كان عطشان وشرب فقال له وانت؟ قال له شربنا الحب كأسا بعد كأس فما روينا وما نفد الشراب. فما زال بيشرب وما زال متعطش لمعرفة الله تعالى، لمحبة الله تعالى، لأن المحبة مقام معرفة. يعني العطش هذا يعني مقام معرفة، عطش متجدد يا مولانا. متجدد، نعم. متجدد. وكلما ازداد تقدما في الطريق إلى الله تعالى ازداد العطش. أيوة. وازداد المذاق، كلما ازداد أحلى مذاقا يقوم يزداد عطش أكثر، وهكذا. يعني من ذاق عرف، يعني نحن في مقامات نقف عندها ونقول من ذاق. نعم. عرف، لأن نعم. الأمر مرتبط بأن تذوق. نعم. وهنا ليس على ما على سبيل المجاز، على سبيل الحقيقة. نعم. من ذاق طعم الإيمان. هو اللي ذاق طعم الإيمان ده يرى، هو يجد للإيمان مع أنه شيء معنوي مذاق خاص به، مذاق معنوي أيضا له سعادة لو علمها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف كما ورد. يعني اللي بيذوق هذا الطعم لو حد تاني من اللي هو بيملك الظاهر وبيملك الدنيا
يعني يعلم هذا المذاق لقاتل عليها، لكن هو يقاتل على ما يتذوق ويعرفه من مذاقات الحس. لكن هذا المذاق المعنوي أيضا يعرفه أهله، ذاق طعم الإيمان بيبقى له مذاق، وهذا صاحب هذا المذاق أيضا بيجد للذنب مرارة أيضا يعرف طعمها، وهكذا. ربما مولانا وأنا بقول ما أجمل الشوق وما أحلى العطش، ربما ردني أحدهم وقال لي لا، الشوق صعب والعطش أصعب، ونحن في الطريق. هذه المكابدة وهذه المعاناة لها طعم أو لها دافع، الدافع هنا إيه؟ الدافع هو المحبة. المحبة كما قلنا معرفة، لأن كما قال الإمام الغزالي لا تحب إلا من عرفت. فالمحبة معرفة، فدايما ولذلك المحبة أعلى مقامات المعرفة، اللي هو شدة الشوق إلى المعرفة. المحبة عندما تزداد يبقى شوق، والشوق لما يزداد يبقى قلق، والقلق عندما يزداد يبقى عطش، والعطش يزداد يبقى وجد. وكل دي أحكام محبة وأثار للمحبة. فالدافع هو المعرفة، الدافع هو التوحيد، الدافع هي الحقيقة اللي في داخلك اللي بتناديك. داعي الحب هو داعي المعرفة في الحقيقة، يوم ألست. فالداعي هذا اللي انت شفت بيه على الحقيقة هو اللي بيجذبك لأنك شفت. فأي شيء أثر من آثار الحبيب تذكرك، تقوم ترجعك للأصل. يحركنا ذكر الهوى عنكم. فهو إيه؟ انت سمعت في الحقيقة وشهدت أشهدك قبل أن استشهدك، واستمعت وتكلمت إليه. فأي أثر أو أي كل شيء يذكرك بهذا الكلام أو بهذا السماع أو بهذه الرؤية، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يذكرك بهذا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأن أقم الصلاة لذكري، كل ما يذكرك بهذا يشوقك أكثر، يجعلك تشتاق أكثر إليه، وهكذا. ففي مقامات السير والسلوك دائما في تقدم نحو المحبوب، وكل دي من آثار المحبة. فالدافع هو المعرفة، الدافع هو هذا اللقاء الأول اللي انت خدت بيه من السر. اختلفنا مولانا فيما ذكر البعض من وجهتي نظر ونحن نقف في قبالة الشيخ ليعلمنا، ونحن في ذلك من المريدين. المعاناة، الشوق في الحياة، حينما أشتاق الأشياء فأنا في معاناة، فأنا في كبد، فأنا في حال صعب، ولكن الشوق في الطريق إلى الله، ومن ثم العطش. هل هي معاناة لها طعمها الخاص، لها طعمها الجميل، مش معاناة لها طعم المرارة أحيانا لما نعاني في حياتنا؟ وهذا الفارق بين من أن تعاني في هذه الحياة مع أقرانك وأن تعاني في الطريق إلى الله، أو أن تكابد الشوق في الطريق إلى الله. نعم طبعا، الشوق أو المحبة أو القلق بصفتها من أحكام أو العطش من أحكام المحبة، لا شك فيها معاناة وفيها مكابدة، ولكن معاناة ومكابدة الدنيا ظلمة، وهنا المعاناة هنا والمكابدة نور. المعاناة في الدنيا بيبقى لها مرارة، هنا لها عذوبة، بيستعذب الألم، لها إيه؟ طعم حلو. يعني المعاناة هنا بيكون لها إيه؟ يعني عذوبة يستعذبها صاحبها، لكن التانية بتبقى ألم، بيبقى مريرة وقاسية على النفس، لأنها في مقامات الظلمة، لكن دي مقامات الأنوار. فبيكون لها ده بيستعذبها ويتمنى. ولذلك ال 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 العطش هنا ده زيادة قلق، يعني بيستعذب، يعني العطش أشد من القلق، القلق أشد من الشوق،
لأن قلنا إيه ده الشوق معاه صبر لسه قادر يتحمل، لكن هو مش قادر يتحمل فحتى كمان الصبر مش عاوزه وبيستعذب هذه المعاناة، القلق ده بقى القلق آه. فبيطلبها أكتر، عاوز يسقط الصبر، ها مش عاوز حتى الصبر كمان يبقى موجود، زي ما اتكلمنا امبارح يعني القلق الخوف من فوات الأجر ومن فوات الثواب. لكن ده مش، لا ده هو مش مسألة قلق من فوات الثواب، ده هو قلق لوجود الصبر، العقل موجود وبصبره، أنا مش عاوز الصبر ده، فبإيه بيسير أكثر في طريقه يعني حتى النهاية مستعذبا ذلك. مولانا ويعني في 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 إطار هذه المنازل التي أسير فيها في طريق الله وأقف عند العطش ومن قبل القلق ومن قبل الشوق، هل لي علامات تؤكد لي أنني أقف عند هذه النقطة؟ هذا هو الشوق، هذا هو العطش، هذا هو القلق. نعم الشيخ الهروي، اللي هي دي درجات وعلامات أو درجات العطش، بيقول إن أول درجة في العطش اللي هي بيقول إيه اللي هو الخاص بالمريد المبتدئ، لسه هو محب بس مش مبتدئ، يعني المريدين برضو محبين لأن المريد هو سالك والسالك محب، لولا المحبة ما كان إرادة، اللي جعله يريد الله محبة، اللي جعله يسلك الطريق ويتحمل أعباءه محبة، فكل مريد سالك ومحب، وكل سالك مريد ومحب، وكل محب مريد وسالك. فبقول أول درجة دي خاصة بالإيه؟ بالمريدين، لأول درجات العطش بيسميها، بقول إيه؟ عطش، عطش المريد إلى شاهد يرويه، عطش المريد إلى شاهد يرويه أو إشارة تشفيه أو عطفة تؤويه. يعني عطش المريد إلى شاهد يرويه، الشاهد اللي بيروي أو يروي المريد من الري هنا يشربه، والبعض قالها من الرواية يعني، لكن الأغلب في رأيي هو من الري، شاهد يرويه ده اللي هو الوارد، الخواطر التي ترد على قلب المريد بعلم بفتح بنور تؤكد له أنه على الطريق الصحيح. ها ال 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 المريد عندما يعني يجتهد ويسير في الطريق فبيبقى متشوق متعطش، متعطش إلى شيء يهديه، الشيء ده عبارة عن إيه؟ يجي له فتح كده، علم، نور في القلب، وارد، وارد من واردات الإيمان، وارد طيب يؤكد له أنه على الطريق المستقيم وأنه يسير في سيره إلى الله سيرا صحيحا. يبقى هو كل وارد يشهد للمريد بصحة سلوكه واستقامة طريقه، هو ده الشاهد، هو ده ما تقتضيه المشاهدة من أثر في القلب، لأن نتيجة السلوك والمشاهدة بقى في أثر طيبة في الإيه؟ في القلب. ده اللي هو إيه؟ العطش، لأن العطش هو إيه؟ زيادة في القلق نتيجة المحبة. مولانا رضي الله عنه وإن كان ده مقام أعلى هو محبة، سيأتي فيقول إيه؟ ظللت أسائل ما رتبتي وهذا شبابي وذي شيبتي، لعلي أطمئن من روعتي وهلي وعلي أخفف من لوعتي. ها في إيه لوعة؟ فعاوز يطمئن، ها لعلي أطمئن من روعتي وعلي أخفف من لوعتي، فقل فأعطيت نفحة كنز الهدى، أدي الإيه الوارد أهو الشاهد، فأعطيت نفحة كنز الهدى وألهمت سترا على نفحتي. يا سلام. فأعطيت نفحة نفحة كنز الهدى
وألهمت سترا على نفحتي، وأعطيت سترا على نفحتي. فإيه ألهم بإيه؟ وألهمت أن تمام العطاء عمى الناس بالناس عن رؤيتي. تمام العطاء عمى الناس بالناس عن رؤيتي. إنك ما تهتمش بالناس وإيه وما تستظرش يشوفوك، خليك معاه هو. الله. فده اللي هو الإيه الفتح اللي جاله أو النور اللي جاله، فمنه تأكد هنا إيه إن الشاهد الوارد اللي بيؤكد يؤكده إن هو في الطريق في سلوكه، إن هو على سلوك مستقيم وصحة السلوك واستقامة الطريق، يقوم إيه يهديه. فدي أول درجة من الدرجات. بعد كده الشيخ الهروي بيقول إيه الدرجة التانية، يعني بعد ما بقول اللي هو هنقف عند الدرجة الثانية، سنذهب إلى فصل قصير ثم نعود لنقف عند هذه الدرجات، درجات العطش في الطريق إلى الله. ابقوا معنا دائما. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ونحن نقف على حافة العطش. نعم. لنظمى أكثر وأكثر. نعم. حينما نروى نشعر. نعم. بالظمأ الأكثر في. نعم. حبنا لله سبحانه وتعالى. نعم. لأن محبة الله لا مدى لها ولا نهاية. إذا لابد وأن نقف عند درجات العطش. نعم. أي درجة أقف عليها كمريد، أي درجة من درجات العطش أقف أو وصلت إليها كسائر أو سالك. نعم. الطريق. نعم. إلى الله سبحانه وتعالى. وقفنا عند أو تكلمنا عن الدرجة الأولى، الدرجة الثانية العطش. هذه الدرجة هي التي تثبت المريد، أو يعني تثبت المريد في طريق أنه على الطريق الصحيح والمستقيم. زي ده بيكون وارد كما قلنا، أو علم أو غير ذلك يثبت المريد. فده كأنه شراب يسقيه، مثل الشراب الذي يسقي. زي مولانا أيضا ما له قصيدة أخرى يقول شربناها إلهية بكاسات سماوية معتقة معبقة مروقة لدنية، بحان الحب ذقناها بحب الحان عرشية، فلا حس ولا لمس ولا نفس ترابية، ذهلنا لما ذقناها وقلنا إنها هي. أكدت له إن هي دي اللي ذقناها يوم ألستو. هي دي اللي شفنا بيها ودي اللي تكلمنا بيها. فكأن هذا الوارد هو شاهد يؤكد له أنه على الطريق المستقيم. الدرجة التانية عفوا هو بقول إيه، شاهد يرويه، أو كما قال الشيخ أو إشارة تسقيه، وفي طبعة أو إشارة أو إشارة تشفيه، إشارة من الله تعالى عن طريق مثلا شيخ أو علم أو آية فهمها أو مريد صادق مثله، يسمع منه كلمة أو إشارة معينة. الإشارة دي إيه تخليه إيه تشفي قلبه من علة عارضة وردت عليه جعلته يتقلب يتغير. فلما تيجي الإشارة دي المعنى الدقيق من الآية يثبته التثبيت. التثبيت أو عطفة تؤويه، يعني يعطف المحبوب على حبيبه. ليس هناك أرق للقلوب ولا أثبت لها ولا أروى لها يرويها مثل عطفة المحبوب على حبيبه. لولا أن ثبتناك. بالضبط كده. العطفة المحبوب على الحبيب دي بتثبته، بتبقى تقربه. وليس أحرق للقلوب ولا أشد لهيبا من يعني بعد الحبيب عن محبوبه. فده المعنى المقصود في هذا. يجي للدرجة التانية، الشيخ قال إيه، عطش السالك إلى أجل يطويه ويوم يريه ما يعنيه ومنزل يستريح فيه.
بمعنى يا مولانا يعني ايه؟ يعني بمعنى عشان التفصيل هنا واجب يعني والتوضيح اكثر وجوبا. هو اتكلم في الاول اول درجه قال دي للمريد واعتبر السالك مع ان احنا قلنا كل مريد سالك وكذا، لكن يعني اصطلحوا على انه اذا المريد في يعني عنده اراده بينظر لارادتي وهمتي في البدايه، لكن عندما يتحول لصاحب حال بنسميه سالك، وعندما يغلب بنسميه محب، عندما يغلب المحبه. فهنا قال ايه السالك هنا وعطش السالك الى اجل يطوي، يعني هنا يقصد عطش السالك الى ان يطوي المسافه بينه وبين ربه ان صح التعبير، لان في الحقيقه ما فيش مسافه بينك وبين الله. يطوي المسافه بيننا لكن هو معناها ايه؟ هو طي معنوي الطريق. يعني ايه؟ هناك حجاب يقطعك عن الله. الحجاب ده انت، الحجاب ده نفسك. فإذا السير في الطريق هو سير داخل النفس، فأنا بطوي المدة الأجل اللي بيحجزني عن مولاي، فكأنه متعطش إلى طي الوقت أو الأجل الذي يمنعه أو يبعده أو يفرق بينه وبين ربه. فعشان كده قال لك عطش السالك إلى أجل يطويه ويوم يريه ما يعنيه، يوم الوصول إلى الله تعالى، يوم التحقق بمعرفته، يوم المشاهدة، يوم اللقاء، يوم يريه ما يعنيه، يهمه إيه ويعنيه إيه؟ معرفة الحبيب، رؤية الحبيب. فهو محتاج اليوم اللي يريه ما يعني ما يعنيه، ومنزل يستريح فيه السائر إلى الله، مجد مجتهد في عناء في تعب، محتاج منزل يطمنه يستريح فيه من عناء السفر وتعب ومشقة الطريق ومجاهداته من الصبر ومن التحمل ومن المحبة ومن غير ذلك، ومن الصدق ومن الإيمان ومن الإيثار ومن الكرم. كل هذه أعباء وتكاليف يريد منزلا يطمئن فيه بجوار الحبيب يستريح، ليكون دافعا له إلى السير بعد ذلك. فده الايه المعنى المقصود، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم فضل ماشي مجتهد، والله جه اجله خلاص خلاص سواء كان هذا الاجل حقيقي حسي يعني انتقل الى الرفيق الاعلى، او جه اجل وصوله الى معرفة الله. ومنهم من ينتظر في سيره الى الله وما بدلوا تبديلا، زي الطير المسافر ما زال ماشي ما يضرفش يوقف. فده المعنى. وبعدين يجي للدرجة الثالثة قال ايه؟ هنقف على الدرجة الثالثة. معنا استاذ جمال على التليفون. استاذ جمال من الجيزة، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا استاذ حسن؟ يا اهلا استاذ جمال، اهلا بيك. عامل ايه يا حبيبي؟ اهلا بيك يا فندم، سعداء بيك دايما. مولانا فضلنا على مولانا. طبعا يا سيدي. اتفضل فضيلته مع حضرتك على الشاشة. انا معايا كتاب مخطبات للاستاذ حسن. ايوه. بتاع سيدي النفري. سيدي النفاري. النفاري عبد الجبار النفاري. ايوه المخاطبات. ايوه حبيبي. ايوه حبيبي. ايوه حبيبي. بيقول اوقفني في البحر فرايت المركب تغرق والالواح تسلم. اوقفني في البحر فرايت البحر. فرايت اوقفني اوقفنا في البحر فرايت المركب تغرق والالواح تسلم. فرايت المركب ثم غرقت الالواح تغرق والالواح تسلم. والالواح تسلم. ثم غرقت الألواح وقال لي يسلم من ركب. ثم غرق. وقال لي خاطر من أطفال. وقال يسلم من بالراحة دي. ويسلم من؟ من ركب. يعني هي يعني من الذي يبقى في نهاية المطاف؟ من الذي يتركك لتبقى يعني هي متتالية. معي الأستاذة إيمان من القاهرة. السلام عليكم. دكتورة إيمان أهلا بيك، اتفضل يا فندم. يا أهلا وسهلا. أنا عندي ثلاث أسئلة. احنا عندنا أسئلة، عندنا أسئلة على فكرة امبارح وهنجاوبها لك. يعني ضاق الوقت عند بالأمس وعندنا أسئلة يعني، فاطمني هنجاوب أسئلة امبارح. اتفضلي لو في أسئلة جديدة. وأنا دائما عهدي وظني بكم خيرا. الله يكرمك. والحين عندي ثلاث أسئلة. حضرتك يا أستاذ حسن في أحد الحلقات دائما بتنهي بدعاء جميل، ف فحضرتك قلت اللهم ارزقني ايمان العوام. فانا عايز اعرف الفرق ما بين ايمان العوام وايمان الخواص، وليه حضرتك فضلت ايمان العوام في دعائك؟
ده أول سؤال. تاني سؤال، معلش برضو سامحوني لأني لسه جديدة في إيماني وإسلامي. أنا حاسة أن الموضوع صعب جدا أنه أن الواحد يحب ربنا، يعني مع أنه في حديث أنه أن الله يعني يعني من يعني مش فاكرة بالضبط، أرجوكم ساعدوني، أنه اللي يعمل بما أمر الله ويجتنب نواهيه ربنا هيحبه. وانه عايز يقترب فليقترب بالنوافل، هيكون سمعه وبصره وكذا. فانا عايزه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. أيوة. فاذا احببت فاذا نعم. احببته يعني الى اخر الحديث القدسي، يعني تقرب الي شبرا وكذا، يعني الى اخره يعني. عشان انا عارفه الوقت ضيق، بس فكان ربنا او حضره النبي وضع الخطوات اللي نمشي عليها. لكن انا كل انتم مخصصين، انا دي تقريبا تالت حلقه في الشوق انا بسمعها، يمكن تكون قبل كده في حلقات معرفش، بس خصوصا ان انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده دكتور مهنا ان انا لسه جديده، يعني انا لسه بعامل ربنا على اني بخاف من، يعني لسه مش طمعانه في جنته حتى. فالموضوع بالنسبه لي قوي شويه، فارجو ان حضرتك عشان تبسطه لي. انا عايزه اعرف كبار علماء المتصوفه القدماء، جنيد او القشيري، يعني حضرتك اسمائهم حضرتك تعلمهم، حضرتك تديني حياتهم كانت عامله ايه. لانه اذا كان ربنا قال انه خلق الجن والانس ليعبدون وما قالش الملائكه، يعني هو خص الجن والانس في هذه الايه ما قالش والملائكه، وكان عباده الملائكه غير عباده الجن والانس. وان فكره ان انا اقعد كده تايهه في محبه الله لا اعمل، زي ما السؤال اللي حضرتك هتجاوبه ان هم كان مين بيصرف عليهم وهم قاعدين يحبوا في الله كده. فارجو ان حضرتك يعني انا لسه يعني ضعيفه، فاديني ان انا احب ربنا عشان اقدر اكابد الحياه بمحبه. حاضر يا دكتور ايمن، حاضر، بشكرك شكرا جزيلا. مع الاستاذه ناديه من الدقهليه. استاذه ناديه اهلا بيك. يا استاذه ناديه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ازيك يا استاذ حاج؟ يا اهلا يا حاجه ناديه، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور محمد؟ مرحبا يا ست الحاجه، اهلا وسهلا، اتفضلي. عنوان البرنامج بيفكرني بكلام الغزالي اللي هي في التعطش، العطش. ايوه. كان بيقول له: وكان التعطش لدرس حقائق الامور دائبي وديدني من اول امري وريعان عمري غريزه وفكره من الله وبعطشي بالتي لا باختياري وحيلتي. يعني هنا غريزة وفطرة، فطرة في البدايات نفس. أيوة. دي المقدمة بتاعتي. ليه سؤال بقى يا دكتور محمد لو سمحت؟ تفضلي. هل اليقين يخلفه الله تعالى في القلب؟ هل اليقين يخلفه الله إيه؟ يخلقه الله تعالى في قلب الإنسان. يخلقه الله في القلب. حاضر. اللهم ارزقنا اليقين. احنا دايما نقول اللهم ارزقنا اليقين. يعني بشكرك شكرا جزيلا يا حاجه ناديه. هنيجي وقفنا عند واحنا بنتكلم عن درجات العطش. نعم. لان احنا نستعرض درجات ونعود لنجيب على هذه التساؤلات. نعم. يبقى قلنا الدرجه الاولى وهي العطش، عطش المريد الى شاهد يرويه. ايوه. ثم الدرجه الثانيه عطش السالك الى اجل يطويه. المريد السالك وعن عطش المحب والمحب المحب ده الدرجة الثالثة، عطش المحب إلى جلوة ما دونها سحاب علة. معلش هنشوف هنقول يعني إيه. عطش المحب إلى جلوة ما دونها سحاب علة، ولا يغطيها حجاب تفرقة، ولا يعرج دونها على انتظار. يعني ايه الدرجة دي من العطش؟ المحب الغارق في محبة الله تعالى متعطش الى جلوة، يعني الى تجلي. ايوة. الى جلاء تجلي من الحق، اللي هو التحلي والتخلي. جينا عند المرتبة التالتة، التجلي. التجلي ما دونها سحاب علة. انت بتشوف الشمس لما بتطلع، لو عدى سحاب كده داريها شوية. لا، هو عاوز إشراق تام، تجلي تام، مفيش سحابة تعدي عليه، علة من العلل اللي بتنتاب النفس البشرية يعني تخفي هذا السحاب ولو لحظة. مفيش غيوم من التعطش، مفيش غيوم. مش محتاج
يعني هو متعطش لدرجة أنه لا يريد، يريد تجليا لا بدون أي علة، أي سحابة تخبئ هذا التجليات، ولا يغطيها حجاب تفرقة. حجاب التفرقة يكون من ظلمات النفس، وعاوز تجليات الحق الدائمة بدون ظلمات النفس، ولا يعرج دونها على انتظار. ودي عملت إشكالية عند الشيخ ابن قيم الجوزي. إيه الإشكالية بتاعته؟ هو هنا الشيخ ابن القيم يقول لك لما تقول اللي هو لا يعرج دونها على انتظار، يعني هو لما يوصل للدرجة ديت بما لا ينتظر فوقها من درجة، دي بقى ايه الدرجة التي لا يمكن ان يكون بعدها درجة اخرى، فمش هينتظر، مش هينتظر. آه. فقال ازاي عطش المحب الى جلوة. هنا هو طبعا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، يعني ما بقاش فيه ايه، لا تضرون، ما بقاش فيه غيامة، دافع على الحقيقة. يعني التجلي ده ما بتعترهوش السحب بتاعت الغفلة، او بيسمونه في مصطلح الاكابر التلوين، لا ده هو متمكن، يبقى متمكن في المشاهدة. هنا ويعرج دون يعني انتظار لمقام اعلى من ذلك. ابن قيم الجوزي اعترض وقال ايه، هذا وهم بين، ده وهم. ليه؟ بقول ان في كلامه ان هذا وهم بين، فانه لا غاية لجمال المحبوب وكمال صفاته، وده صحيح. وان هذا لم يحصل لموسى بن عمران، سيدنا موسى اصلا ده هو طلب هذا ولم يتحمله، ربي أرني أنظر إليك، فقال له لن تراني ولكن انظر إلى ولكن الجبل، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا كان ما حصلش لسيدنا موسى النبي من أولي العزم المعصوم، يبقى هيحصل لولي من الأولياء أن يصل لمرتبة من التجلي، بحيث يبقى شايف كده المشاهدة، شايف الله سبحانه وتعالى ذات الله، ده مستحيل، هذا وهم بين. الحقيقة والله أعلى وأعلم، ما ذهب إليه ابن قيم الجوزية غير صحيح، لأن طلاب العلم من المبتدئين يعرفون أن رؤية ذات الله تعالى مستحيل في الدنيا، ده مستحيل، ودي مسألة عقدية منتهين منها، وأن غاية ما هنا غاية ما هنالك إنما هي تجليات أنوار ذاته وصفاته، أي اسمه الدال على ذاته وأنوار الصفات، تجليات اسمه القيوم، اسمه الحليم، اسمه العليم، اسمه وهكذا، أسماء الله تجلى علينا بأسماء وصفاته. دي أسماء الصفات. لما تيجي بقى وأسماء الصفات فيها برضو إيه، أسماء صفات أصلية وفي الثانوية، زي إيه مثلا المنان، الجواد، ها دي أسماء الثانوية، لكن الأسماء المتكلم، المريد، دي أسماء أصلية، واخد بال حضرتك؟ دي مسألة تخش يعني علم العقيدة شوية. لكن لما تيجي بقى إيه لإسم ذات الله، الإسم الدال على ذاته له أنوار أيضا، فالكلام كله في إيه، في تجليات هذه أنوار الأسماء، وفي أسماء للصفات، وفي اسم الذات، الاسم الدال على ذاته اللي هو الايه، اللي هي انوار الاحدية. فدي اللي بيتكلموا عنها بسموها الشواهد، عشان كده قال هو استدل بالشبلي. الرغم الامام الشبلي على شطحاته لما سئل عن رؤية الحق، قال مشاهدة الحق كيف ان لنا من مشاهدة الحق، انما هي شواهد الحق. ما هو ده كلام اهل الله كله بيدور حول ايه، شواهد الحق، وليس المشاهدة بمعنى مشاهدة ذات الله تعالى، لأن الحديث لا تتفكروا في ذات الله وإنما تفكروا في آلاء الله. والقرآن وطلاب العلم عارفين هذا، ويحذركم الله، ويحذركم الله نفسه. ربنا ما تفكرش في الله كذات الله، ولكن تفكروا في آلاء الله. وإحنا بنقول ده كلام السادة، بقول إيه، وما قدر الله حق قدره. أنت بتتكلم في إيه؟
ده كلام الشبلي نفسه. لما دي كلمة يقول لك ايه، من تكلم فيها بالعبارة فقد ألحد، ومن تكلم ومن فيها أو بالإشارة، ومن أومأ فيها بالإشارة فقد أشرك، وهكذا. وبعدين قال وكلما ميزتموه بأوهامكم وعرفته فهو مخلوق محدث مثلكم. فهو طبعا ايه نوع من الايه الخلط، ويدخل حاجات فيها ازاي، والتوحيد وسيدنا سيدنا موسى ازاي وقدرهم، وده وهم من المتصوف طبعا. ايه في الحقيقه ده يعني في يعني الشيخ ابن القيم مش معقول مش فاهم، يعني هو فاهم يبقى نوع من التدليس، او استغفر الله مش معقول يعني طبعا يكون مش فاهم يعني او مدلس، نستغفر الله انا لا اقصد هذا له، لكن هو مش معقول مش فاهم يعني. يعني إنما يطفئ الغلة المنهل العذب، هذا بالنسبة للمحب في هذه الحياة، في علاقته، في هذه العلاقات الفانية في حياتنا. ولكن السالك أو المريد أو السالك والمحب يطفئ غلته هذه التجليات. فاصل ونعود. هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. فضيلة مولانا، يعني هل وأنا مع شدة ظمئي وعطشي يزداد عطشي وأشرب ولا أرتوي ولا ينفد الشراب؟ نعم. هل هذا هو المعنى الذي هو ده المعنى؟ يعني بمعنى إيه؟ بقول لا، هذه الغاية لا مطمح وراءها، اللي هو المجال ده. تجليات الحق لا تنتهي، يعني كمال الحق وجلاله وكمال صفاته لا تنتهي. فهو يظل هنا عندما يصل إلى هذا ليس وراءها مطمح، لأن ليس وراء ذلك إلا الذات نفسها، فدي ممنوع إلا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وفي المعراج. ونحن في الحقيقة إن شاء الله بعد ذلك نرى ربنا. إذن ما وراءها مطمح ولا غاية إلا الذات، وهذا ممنوع. يبقى إيه؟ يبقى المشاهدة، يعني مشاهدة أنوار الأسماء والصفات واسمه الدال على ذاته سبحانه وتعالى. أما الذات فمقدسة، يعني الذات نفسها فمقدسة، ده هذا مقدس مش ممكن. والشيخ الهروي إذا كان طالب العلم يعلم هذا، مش معقول الشيخ الهروي مش فاهم هذا، مش نعم. يدرك ده يعني نعم لا يدرك. وابن قيم الجوزية ده بيشرح على الهروي، اللي المحققين قالوا لولا شرح التلمساني لاستغلق على ابن القيم وغيره فك طلاسم الهروي، كانوش يقدروا اللي هي المنازل، اللي هي المنازل دي. فبالتالي هو يفهم الشيخ ده، هو الشيخ يعني، بل إن كلام الأئمة إنما وحد ده كلام الهروي نفسه، ما وحد الواحد من واحد، مهما شاهد مهما هتوصل تعمق ما يقدرش، ما وحد الواحد من واحد وكل من وحده جاحد. في توحيده له هو جاحد، لأنه وما قدر الله حق قدره. المعنى ده إذن هو بيكلمه عن الأنوار والتجليات بتاعة الأنوار، الأسماء والصفات اللي مولانا الشيخ رحمة الله عليه عبر عنها بقوله إيه، كنيت بليلى عن ذات أقدسها، أيوة، أو بالغير عن ذات أقدسها، كيما أبيح لنفسي بعض ما منع. ها؟ يعني الرمزية هنا، الرمزية ما يقدرش يعبر عن الذات، ما يقدرش يعبر، فيعبر بالرمز ويضرب بيه. عندما تضيق المعنى عن التعبير فنلجأ إلى الرمز والإشارة، عندما تضيق العبارة عن الإحاطة بالمعنى فنلجأ إلى الرمز والإشارة. كنيت بالغير عن ذات أقدسها، كيما أبيح لنفسي بعض ما منع، كنيتها لأوفيها قداستها وأشبع النفس من بث الغرام معا. إذا ذكرت جلال اللفظ روعني، فكيف لي بجلال الذات مجتمعة. ده أنا بذكر اللفظ بس، هذا تقديس. عندما أذكر مجرد لفظ الجلالة الله اللي هو الاسم الدال على ذاته روعني، فكيف لي بجلال الذات مجتمعا،
ازاي بقى لما يبقى الذات نفسها؟ فده مش ممكن. اقول ليلى مشيرا في عوالمها الى المعاني وما من راء كمن سمع. الله. ها؟ اشير اقول ليلى عندما يكني بليلى وسعدة. كعب بن زهير قال بانت سعاد فبانت سعاد فقلبي اليوم مكبول متيم إثرها لم يفد مكبول. أيوة. ها؟ ولا الإمام البصيري لما من تذكر جيران بلي سلم فلما يذكر ليلى وسعدة وسلوى وغير ذلك وبذي سلم أو ذي سلم فإنما إيه يعني يكني كان أقول ليلى مشيرا في عوالمها ها؟ عوالم الحقيقة لتجلياتها مشيرا في عوالمها إلى المعاني وما راء كمن سمع وما أردت بها أهي المشايخ بتقول أهي وما أردت بها الذات التي احتجبت لكن أردت النور الذي سطع. هذه الإجابة ها الشيخ بيقول إيه وما أردت بها الذات التي احتجبت لكن أردت النور الذي سطع. إذن المسألة واضحة وبسيطة ومعروف أن فهو الحقيقة يعني كان الاعتراض ده في غير محله والله أعلى وأعلم. ونسمح لنا نجيب على ما لدينا من تساؤلات. الأستاذ جمال كان بيقول قرأته في المخاطبات لسيدي النفري صاحب الجملة الأشهر إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة بيقول يعني أشار إلى البحر أو أشار لي إلى البحر فغرقت المركب وبقيت الألواح وبعد ذلك غرقت الألواح وبقي الراكب يعني في هذه المتتالية ماذا يعني أو هو يريد أن يقف عند تفسير هذه الكلمات؟ والله طبعا كلام دقيق يعني صحيح أنا لكن صحيح. ورمزي إلى حد كبير ورمزي إلى حد يعني كبير وكما يعني يقولون المعنى في بطن الشعر ولكن والله أعلى وأعلم يقول أوقفني في البحر أوقفني أي بحر الحقيقة أيوة فرأيت المركب تغرق المركب بتغرق تغرق اللي هو أنا غرقت في بحر الحقيقة والألواح تسلم أي ألواح الشريعة اللي هي التمسك اللي ينقذك من الغرق في بحر الحقيقة لأنها القدرة بحار لا سواحل لها فالذي ينقذ من الغرق في بحر الحقيقة ألواح الشريعة فمن تمسك بها عشان كده قال لك إيه ثم غرقت الألواح وقال لي يسلم من ركب أي من ركب إيه من ركب الشريعة فهنا لأن ألواح الشريعة الهوامش فقط لكن اللي يركب حقيقة الشريعة مع الحقيقة مع بعض ليه زي الإمام مالك ما قال رضي الله عنه يعني من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق يعني اللي يركب الحقيقة اللي فيها الألواح الشريعة مع الحقيقة في ذات الوقت يعني يسلم والله أعلى وأعلم. الدكتورة إيمان بتسأل بتقول أنتوا ليه دايما تقولوا لما بقول اللهم ارزقنا إيمان كإيمان العوام ليس على أساس أني من الخواص لا أني أريد أن أرتقي وأنا أقل من العوام أن أرتقي إلى هذا المعنى العقد الرائع هذا الإيمان الفطري الذي ربما لا يستطيع أن يشرحه ولكن يصل إلى درجة من درجات الإيمان رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر. نقف عند ولا يقصد هو هنا لا يقصد إيمان العوام بمعنى أنه مقابل لإيمان الخواص. أيوة. لا أقصد إيه إيمان العوام أي الإيمان الغير مستند الإيمان الفطري. أيوة. غير المستند إلى الدليل والبرهان اللي هو العلم الظاهري. مش عايز حد يدللني. هو أصله بقول لك هو بقول لك جاب دليل ده دليل عقلي. الإمام الرازي بيقول لها أنت ما شفتيش الإمام الرازي الذي أتى بألف دليل على وجود الله ده دليل برهان عقلي قالت له إيه بقى فالإيمان الفطرة بتاعها أقوى من الدليل العقلي قالت له وهل غاب حتى يحتاجوا إلى دليل هو فين قالت له والله لو لم يكن لديه ألف شك ما أجهد نفسه في البحث صحيح. عن ألف دليل صحيح. وهل غاب حتى يحتاجوا إلى فده الإيمان العوام هو إيمان الفطرة الكائن الموجود الكامن في كل قلب مؤمن والذي ينادي صاحبه على الحقيقة التي رأى بها أما الاستدلال فيأتي نتيجة فساد هذه الفطرة الحقيقية بسبب ما علق بها من الدنيا ومن غير ذلك من متعلقات النفس البشرية فنستدل
أول الدرجات بالدليل والبرهان ها على ذلك. فإذا ما اطمأن واقترب وسار في الطريق يبدأ في السير في الطريق فيتقوى في الإيمان ليعود إلى الحقيقة الأخرى بعد كده لحد إلى أن يصل إلى إيمان الخواص، دي مسألة أخرى. مولانا دكتور إيمان بتقول أنا ما زلت في بدء الطريق. نعم. بتقول إزاي أحب ربنا سبحانه؟ أنا دلوقتي خايفة يعني بعبده وأنا خائفة، يعني حتى مش قادرة أطلب الجنة. نعم. دلوقتي أو مش طمعانة حتى في الجنة، أنا طمع دلوقتي أني يعني أنا الخوف بيحركني ولكن عايز أمضي قدما، إزاي أحب ربنا؟ والله هو طبعا إذا كان هذا هو يعني ما يعني نعم. ما تعنيه بسؤالها يعني. نعم، هو طبعا الطريق درجات والمحبة درجات وكل شيء درجات يعني، والناس درجات وكل حاجة درجات سبحان الله. يعني كما ورد في القرآن وفي الأحاديث كثيرة، هم درجات عند الله ها، وإن كل منا إلا له مقام منا إلا له مقام معلوم يعني. فالمحبة هنا في درجة طبعا زي ما قلنا بالاتباع، نعم ده لابد من الاتباع، وهل الذي يحب بهذه الدرجات العليا لا يتبع؟ مش معنى انه غارق في محبة الله انه لا يتبع، ده هو لم يصل الى هذه المرحلة العليا الا بالاتباع. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ده هو بيزداد في الاتباع اكثر. والحديث كما ذكرت سيادتك من شوية إن ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. ده ما هم محبة هي موجود، وربنا زاف القرآن يحبهم ويحبونه. فبالتالي هذه المحبة تأتي نتيجة الاتباع، ولكن عندما يصل إلى المحبة الحقيقية يتحول هذا الاتباع والتكاليف والطاعات تتحول إلى لها مذاق، يبقى لها طعم، فتتحول من تكاليف إلى تعاريف كما قلنا. بعد ما كانت تكليف وثقيل بقى إيه؟ تعاريف، وبقت حاجة تروح النفس. أرحنا بها يا بلال، ترويح عن النفس، ده مذاقات، ده أنا بتمناها وبزيد فيها. فأدي المسألة. فالإنسان يسير بين الخوف والرجاء، بين الرهبة والرغبة، بين الطمع والأمل، إلى أن يفتح الله عليه، وده موجود. فلو لم يكن هناك تحقيق ومقامات عليا ما كان هذه الدرجات سلم يصعد الإنسان. نعم، سلم يصعد ستيب باي ستيب يعني. نعم. وبعدين كل شوية كده من خلال السير في الطريق في واردات. نعم. مولانا عشان تطمن الدكتور يعني أيمن. المسألة مش مسألة صعبة ولا شيء، لكن الإنسان لما يسير في الطريق حيشعر، حيجد أن من داخله دافع يبعثه المحبة. يعني أنا في محبة، بالنسبة للمحبة بتاعتنا البشرية اللي قاعدين يقولوا الأشعار دي في محبة البشر والحاجات دي يعني صعبة، دي سهلة، ولما تيجي على ربنا بقت صعبة. يعني هو اللي ذكر لما الأغاني اللي بتتقال اللي احنا نضرب بها مثلا نقول أصلها إيه، هي في البشر ها، أو زي ما ذكرنا بالأمس أراك عصية الدم شيمتك الصبر أمل الهوى نهي عليك ولا أمره فلما يسقطه يبقى قلق. الكلام ده بتكلم في المحبوب، لما ده يبقى ده مسألة يعني سهلة، لكن لما نيجي نطبقها على ربنا هتبقى صعبة، مش معقول طبعا. مولانا شكر الله لك دكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ومعك نستأنف السيرة دائما. يا نسيم الروح قل للرشا لم يزدني الورد إلا عطشا، لي حبيب حبه وسط الحشا، إن يشا يمشي على خدي مشى، روحه روحي وروحي روحه، إن يشا شئت وإن شئت يشا. إلى اللقاء.